كيندر جوي وراء كل نجاح فرحة عظيمة. مكونات الشوربة: لسان عصفور متحمص، كرفس مفروم، جزر متقطع مكعبات، زبدة، ملح وفلفل، مرقة من سلق الفراخ اللي صفيناه وشلناه في الفريزر، وممكن طبعا تستخدموا مية سخنة، كبد وقوانص متنظفة كويس جدا ومتقطعة مكعبات. هنعمل فيها نفس اللي عملناه في الفقرة اللي فاتت، مية سخنة فلفل اسود خل ابيض، هنزل عليهم القوانص الاول وهاخد غلوة وبعدين الكبدة علشان وقت التسوية بعد كده. ادي القوانص مش هسيبها تغلي، علشان لو سبتها تغلي الزفارة كلها اللي طلعت على الوش دلوقتي دي هتقوم نازلة تاني جوه المية جوه الكبدة والقوانص، فمش هسيبها تغلي. اول ما تسخن وتطلع لي البقاليل اللي هي ملهاش لازمة دي على الوش هقوم واخداها من على النار مصفى بصفياها. الكسرولة لازم يتتغير يتتغسل، ما ينفعش استخدمها تاني عشان فيها كل ريحة الزفارة. مية من الحنفية واقوم شطفة كل ده. مين معانا؟ بصوا اللون تاني. ادي الكبده والقوانص، يلا تعالوا هنا في الحله. لا سخنت قوي الحله دي بقى، بصوا هعمل ايه. ابعدها عن النار اول حاجه. تاني حاجه لما انزل انزل الخضار الاول مش الزبده، لان لو نزلت الزبده الاول هتتحرق فمش هينفع. ادي الحله، ادي الجزر، ادي الكرفس، هديت انا كده ايه اخدت الصدمه بتاعه السخونيه في الكرفس والجزر، ثواني بس اخلص. وادي الزبده وهنزل مع الزبده الملح والفلفل. ادي الملح وادي الفلفل، وارجع تاني على النار عشان هنزل لهم بقى الكبده والقوانص اللي احنا غسلناها وخليناها زي الفل. يلا كبد وقوانص اهي، وهقلب تقلبتين الاول قبل ما افكر انزل اي حاجه تانيه. وادي لسان العصفور اللي احنا حمصناه وشلناه. ريحه الكرفس دلوقتي فكرتني بيها، تبقى حلوه قوي. ومن هنعمل بقى الفراخ المسلوقه وكده. وادي الشوربه او الميه السخنه. كيندر جوي ورا كل نجاح فرحه عظيمه.